لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا بك دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. دكتورة فاطمة، وفقا لأرقام حكومية فإن أزيد من 60,000 مطلوب لم تتمكن هذه القوات من تحديد هوياتهم، كيف يفسر ذلك؟ نعم، الحقيقة اعتراف الحكومة بمثل هذا العدد الكبير جدا والذي لم تحدد هوياتهم يدل على ضعف الإجراءات القانونية وعدم وجود يعني معلومات كافيه عن هؤلاء الذين تحاول الحكومه اعتقالهم. نحن نعرف جيدا ان اكثر الاعتقالات التي تم حق المواطنين في العراق تتم على اساس وشايه المخبر السري، بالاضافه الى ان هناك مشكله تشابه الاسماء بالنظر لاعتماد القوات الحكوميه على أسامي الاسم الأول والثاني. منذ بداية العمليات العسكرية على المدن العراقية بذريعة طرد عناصر تنظيم الدولة أو محاربة الإرهاب، منذ البداية كانت هناك قد جهزت قوائم، قامت الميليشيات بتجهيز هذه القوائم وأعطتها للقوات الحكومية، وكلها كانت على أساس الانتقام من شخصيات وأشخاص معينين. عدم وجود معلومات كافية عن هؤلاء الأشخاص يدل على العشوائية، ومجرد الانتقام من سكان هذه المناطق بتنفيذ مثل هذه الاعتقالات وزج أكبر عدد منهم في السجون. يعني دكتورة، في هذا السياق بحديثك عن هذه الأسباب، أسباب استخدام مثل هذه المبررات من تشابه الأسماء والمخبر السري والاتهامات الباطلة دون أدلة، هل تظنين أنها مبرر لإصدار أحكام ثقيلة ضد مواطنين أبرياء ذنبهم أن أسماء تتشابه مع أسماء مشتبه بهم في عمليات أخرى؟ إصدار الأحكام القضائية لا يتم على أساس يعني ما تقوم به الحكومة. المعروف في الآن ما تقوم به الحكومة من إجراءات قانونية يعني لا يمكن يعني تطبيقه، ولا يعني يتضمن أي معايير سواء محلية أو دولية يمكن ان يعني ان يعني ان تتضمنها اي محاكمه. المعروف في العراق كيف تجري المحاكمات بطريقه يعني سريعه ودون وجود اي ادله، بل يتم بناء الاحكام على اساس اعترافات التي تنتزع بالقوه بعد التعذيب الشديد لمن يتم ادانتهم فيما بعد. لا يوجد اي مبرر للحكومه لان تقوم بمثل هذه اصدار هذه الاحكام، خاصه واننا لا يوجد لدينا اي ادله على ثبوت ادانه هؤلاء المتهمين، حيث ان ادانه اي متهم لا تقوم فقط على اساس اعتراف المتهم بمثل هذه الاتهامات، بل يجب ان يكون هناك ادله واثباتات قويه تعتمد عليها المحكمه واجراءات قانونيه طويله، خاصه عندما يراد اتخاذ مثل هذه العقوبات القاسيه مثل احكام السنوات الطويله او احكام اقصى عقوبه وهي احكام الاعدام. الحقيقه ما يجري في العراق معروف بانه هناك محاكمات غير عادله وغير نزيهه، والقضاء العراقي طائفي ومسيس، والكثير من حتى الانتربول في وقت من الاوقات قطع علاقته ب يعني بالسلطات القضائيه العراقيه نظرا لثبوت عدم نزاهتها. نعم. دكتورة فاطمة، ما هي سبل القضاء على مثل هذه الظواهر سواء الاتهامات الباطلة أو الاعتماد على المخبر السري لإصدار هذه الأحكام أو حتى تشابه الأسماء؟ ما هي السبل الحقوقية والإنسانية للحد من هذه الظواهر في العراق؟ يعني في الحقيقة يجب أن يعني القضاء على هذه الظواهر والحد منها
يجب اولا على الحكومه العراقيه ان تلتزم بالمعايير والاساليب القانونيه التي تضمن فيها العداله لكل مواطن، هذا هو الذي يجب على الحكومه العراقيه ان تقوم به، وليس فقط اطلاق يعني احكام باطله دون الاستناد الى يعني ادله كافيه تثبت ادانه اي متهم، بالاضافه الى هذا يجب على المجتمع الدولي ايضا وخاصه الامم المتحده ان تساعد العراقيين وتساعد المنظومه القضائيه وتساعد يعني تساعدهم في يعني ضبط الاجراءات القانونيه وتعديل يعني المساعده في تعديل القوانين في سبيل ان يعني تحقق العداله لاي شخص، بالاضافه الى هذا هناك موضوع في منتهى الاهميه هو ان هناك الحكومه لا يعني لا تخضع الى يعني تخضع الى الميليشيات، وهذه الميليشيات قامت باملاء بعض وضغطت على الحكومه من اجل ان تقوم ببعض التعديلات القانونيه خاصه فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات الجزائيه، والكل يتذكر تهديدات اوس الخفاجي، فكيف للحكومه ان تقوم بمثل هذه الاجراءات وهذا التعديل الخطير الذي يسرع في احكام الاعدام مثلا دون هناك وجود مبرر لذلك، حتى ان يعني تصديق رئيس الجمهوريه والذي هو ليس فقط تصديق يعني شكلي بل هو يدخل في ضمن عمله لانه مسؤول عن حياه وروح كل مواطن عراقي يعني تخلوا عنه. إذن شكرا جزيلا لك، المعذره لضيق الوقت دكتوره فاطمه العالي مستشاره المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر سكايب من لندن.